في الحرب العالمية الثانية كانت عملية انزال نورماندي هي عبارة عن المحك والفيصل في الحرب العالمية الثانية كلها بمعنى الكلمة فعلا. والقصة النهاردة هي تعتبر واحدة من اكتر قصص الجاسوسية اللي غيرت في تاريخ العالم كله، لان لو ما كانش حصل انزال نورماندي يمكن ما كانتش كل دول الحلفاء او روسيا او انتصروا على الالمان. عملية انزال نورماندي هي فعلا اقوى عملية انزال بحري في التاريخ لحد الآن. أكتر من 200 ألف جندي، طيران، مدفعية، دك، كانت معركة قوية جدا. خلينا بس نرجع للأول من قبلها بحوالي 3 سنين، إن احنا عندنا الجاسوس خوان جارثيا المعروف باسم جاربو، ولقب بجاربو نسبة إلى الممثلة اسمها جريتا جاربو اللي هي كانت بارعة في التمثيل. فخوان جارثيا هو أسباني، هو وزوجته اكتشف حاجة، اكتشف إن فرانكو في أسبانيا إن هو رغم قايل إن أنا في الحياد وان انا غير متحيز لاي جهة من جهات الحرب العالمية التانية، الا انه اكتشف ان فرانكو بيدعم هتلر وبيدعم النازية بشكل كبير، ولانه بطبيعته بيكره الفاشية وبيكره النازية فقرر ان هو ينتقم. خد بعضه هو ومراته وراحوا رايحين على الانجليز في السفارة وعرضوا ان هم يشتغلوا مع البريطانيين ومع الحلفاء في المخابرات وكجواسيس. قعد معاهم احد الضباط وقعد يتكلم معاه ويدردش معاه، والضابط ارتكب واحدة من أكبر الأخطاء اللي حصلت، وهو قال له معلش احنا أسفين انت مش مناسب وإمكانياتك مش مناسبة لينا. لقى ان إمكانياته بالنسبة للضابط انه هو مش مناسب، خرج من هنا جاربو. تخيل عمل ايه؟ راح رايح على الألمان وقال لهم وعرض عليهم ان هو يشتغل معهم. الألمان رحبوا وقالوا له اهلا وسهلا، ابتدوا ان هم يدربوه ويعرفوه كل حاجة، وابتدوا ان هم يطلبوا منه بعض المهام البسيطة الساذجة. وسبق قبل كده واتكلمت على ان المخابرات ممكن تطلب من العميل مهام شكلها كده بسيط وهيفة ولكنها بيبقى لها معاني كبيرة، وفعلا جاربو قدر ان هو ينفذ المهام اللي مطلوبة منه دي على احسن وجه. بيقولوا له مثلا حصل في الخماره دي ولا في البار ده خناقه، عديت على محل ده ولقيته قافل، كان بينفذ كل الطلبات اللي هو طالبها. الى ان هم طلبوا منه حاجه، طلبوا منه ان هو يسافر البرتغال ويعرف الاماكن المزدحمه ويعرف المطارات، ولكن جربه بصراحه كان فهلوي، جاسوس فهلوي، عميل فهلوي بيعمل حاجات غريبة. تخيل ان هو عمل ايه؟ يعرف احد الضباط طيار مدني فطلب منه ان هو يعرف منه المعلومات عن اللي بيحصل هناك، وفعلا عرف من المطار اللي في البرتغال ايه ده مين ده الطيار، عرف المعلومات اللي بتحصل في المطار في البرتغال والاماكن الزحمة في البرتغال. تخيل ان كل ده وجربه قاعد في بيته مع مراته. جربه قال له بص انا عايز اطلب منك طلب، تاخد الجواب ده بعد ما قال له على كل المعلومات وقال له تبعته للعنوان التاني، دي طبعا اسم عملاء هناك، وتبعته هناك في العنوان ده علشان يبان ان الاختام والطوابع طالعه من البرتغال. وبالفعل قدر جربه ان هو يعمل نفس الشيء ده مع الالمان في مجموعه من البلدان، انجلترا، هولندا، البانيا، كل اماكن دول مختلفه وهولندا، ويبين جربه من هنا للالمان ان هو بيروح هنا وبيروح هنا وهو يروح هنا، وهو عمال يبعت لهم في بعض المعلومات اللي منها صحيحه ومنها مضلله. جربه كان عنده موهبه غريبه جدا، كان ممكن من خلال سطر معلومة مكتوبة بس في سطر ينسج منها كتيب. ده الكلام ده المحللين وعلماء النفس لما تكلموا بعد كده في أرشيفات الوثائق انه ممكن يعمل منها قصة وكتيب من نسج الخيال تقراها وتستمتع وما تطلعش منها معلومة غير السطر اللي هو أصلا مكتوب. كان بارع جدا في التمثيل وكان بيقول معلومات متقنة ومعقدة وغريبة وتسمعه تقتنع فعلا، لذلك انه هو أصلا خوان جارثيا ولقب بجربه. قدر انه بعد كده يطور من نفسه ومن ادائه، كان جاسوس فهلاوي زي ما بقولك. عمل ايه بقى؟ تخيلوا انه هو اقنع الالمان انه هو جند جاسوس في مطار لشبونة، وقدر ان هو يقول للالمان ان انا فعلا جندت الجاسوس ده. وبعد كده الموضوع اتطور واكتر واكتر. يعني ايه؟ يعني انا جندت جاسوس في انجلترا وجندت جواسيس معرفش في فرنسا وجندت في هولندا وجندت هنا، وصل عدد الجواسيس اللي جربوا جندهم 27 جاسوس بيعملوا للالمان بشرط ان كل الجواسيس دولت
وهميين ما لهمش اي وجود. يعني هو مش بيقول لهم انا جننت جاسوس وبس، لا ده بيقول لهم اسمه وميلاده واتولد فين وابوه مات، ويجيب المعلومه بتاعت موت ابوه من احد النعي اللي موجوده في الجورنان. كل المعلومات اللي بيجيبها جارسيا كانت مجرد من الصحف، ويعملها بنسيج الخيال للالمان بالشكل ده. اصبح الالمان بيدوله كل شهر $1,000، ده مبلغ كبير جدا عشان يصرفها على الشبكه. كان بياخد من $1,000 كل شهر، وياخد منهم $90 ليه، والباقي يبعتهم للمقاومه اللي ضد النازيه. هو كان متعمد ان هو يضلل الالمان ويعمل الشكل ده، الا ان في مره المخابرات البريطانيه، لانه مهما عمل فهو برضه مش جاسوس محترف ولا متمكن، جت المخابرات البريطانيه واعترضت احدى الرسائل، واكتشفت المخابرات البريطانيه حاجه، ان المعلومات اللي بيبعتها دي معلومات مضللة ومعلومات مش صحيحة اصلا بيبعتها، ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ وراحوا مقبضين عليه، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لهم والله انا جيت لكم قبل كده، فانا حبيت ان انا انتقم من الالمان بطريقتي واشتغل معهم وابعت لهم معلومات مضللة. الانجليز خدوا الموضوع ده بمحمل الجد، ابتدوا ان هم يدربوه بشكل حقيقي، عايزين يخلوه عميل مزدوج. ولكن الالمان بصراحة اكتشفوا حاجة، جربوا لما بقى عميل محترف ابتدوا يشكوا فيه، ابتدوا يحسوا ان المعلومات اللي بعتها دي زيادة عن اللازم وقوية، فراحوا بعتين عميل اليهم ده للألمان عشان يتحرى عن احد شبكات الجواسيس الوهمية اللي هو عاملها. الانجليز فطنوا للموضوع ده، لان المخابرات البريطانية كان ليها برضو اعين في كل حتة، وكان ليهم برضو عيون في وسط الجستابو، فراحوا اختلقوا الشخص احد الشخصيات الوهمية واوجدوه. وفعلا الالمان بعد ما بعتوا الجاسوس بتاعهم التاني عشان يتحرى عن العميل ده، لقوا فعلا العميل ده موجود. ومن هنا البريطانيين خلوا 27 جاسوس اللي الالمان عارفين ان هم بيشتغلوا تبع شبكة جاربو، خلوا البريطانيين الجواسيس دي جواسيس حقيقية وليها وجود، عشان يخلوا الالمان يثقوا بشكل كبير جدا في جاربو. ومن هنا بقى كان في واحد تاني من ضمن العملية دي كان اسمه بوفبوف، وبوفبوف ايضا كان عميل مزدوج. وظهرت عندنا عميلة تالتة كان اسمها تريشر، وتريشر هي اصلا عميلة فرنسية من اصول روسية اسمها اصلا ناتالي سجاف. تريشر اهلها كانوا في فرنسا، ومع دخول النازية اعتقلوا من اهلها وقتلوا من اهلها، فكانت هي بتشتغل عميلة مزدوجة، الالمان وظفوها ان هي تشتغل تبعهم ناتالي او تريشر، ادولها مهمة انها تعملها في انجلترا. بمجرد ما تريشر نزلت في لندن راحت على طول للمخابرات قالت لهم 1 2 3 واشتغل معاكم، بس بشرط واحد. ايه هو بقى الشرط؟ المفروض ان تريشر هي جاسوسة بتشتغل للالمان وهتشتغل مع البريطانيين، المفروض ان الالمان بعتنها في انجلترا علشان تتجسس على الانجليز، وهنا اصبحت عميلة مزدوجة. فعميلة مزدوجة انها هتبعت للالمان معلومات مضللة. فالشرط اللي كانت طلبات تريشر من الانجليز عشان تبقى عميلة مزدوجة هما ان هما يجيبوا لها الكلب بتاعها، لان اجراءات الحجر الصحي عند انجلترا كانت صعبة جدا، ما عرفتش تنقل الكلب بتاعها ورجعوا الكلب بتاعها. ردت عليهم ان هما يجيبوا لها الكلب، قالوا لها حاضر. الخطة ان احنا عندنا الانزال المفروض ان هو هينزل في نورماندي، بس طبعا ما ينفعش ابدا ان الالمان يعرفوا ان الانزال هينزل في نورماندي، لازم الالمان يعتقدوا ان الانزال هينزل في كاليه. طب ليه؟ لان اول حاجة كانت المعدات العسكرية كانت اقوى بكتير من المعدات بتاع الدول الحلفاء، معدات الالمان كانت اقوى من الحلفاء، الجنود الالمان كانوا اشرس واقوى من الجنود الحلفاء، فكان العمل ان احنا نضلل الالمان وان احنا نعمل عملية انزال ونلحق نعمل تحصينات قوية جدا، بحيث ان لما الالمان يواجهنا يبقى احنا في تحصيناتنا نقدر ان احنا نواجههم. فكانت الخطة جربوا يخدع الالمان ويوهمهم معلومات ان الانزال هيتم في كاليه، وتم الاستعانة من هنا كانت ايضا بتريشر. تريشر عمالة تديلهم معلومات ان الانزال هيحصل في كاليه، بل ان الحلفاء عملوا حوالي 500 دبابة، وعملوا عبارة عن مدفعية وجنود كلهم مكتات وهمية، وكانت العملية دي اسمها عملية أوفرلورد. العملية الأساسية اللي بنتكلم عليها كان اسمها عملية الحرس الشخصي، عملية المكتات دي كانت اسمها عملية الأوفرلورد، وهم ان هم يحطوها في أماكن اتجاه كاليه علشان يوهموا الألمان ان فعلا الحلفاء ناويين يعملوا الإنزال في كاليه.
فطبعا من هنا الالمان كان عندهم الحيره كبيره جدا ما بين كاليه ونورماندي، ورغم ان هم شايفين ان كل العملاء المزدوجين ما يعرفوش ان هم مزدوجين، كلهم بيقولوا لهم ان الموضوع ده هيتم في كاليه، الا ان الموضوع في نسبه 10% برضه في نورماندي، ليه ما يكونش في نسبه خطا؟ الا ان عندنا كمان عميله رابعه كان اسمها برونكس، وبرونكس ده كان اسمها الحركي، اسمها اصلا الحقيقي إليفيرا دي لامونت. إليفيرا سيده مجتمع جميله جدا، جذابه، تقدر تفتن اي حد، وكانت سريه وسيده مجتمع، وكانت عميله مزدوجه ايضا. المره دي بقى إليفيرا ما اقنعتهمش ان الانزال هيكون في كاليه، لا، ساحل الباسك اللي هو في شمال اسبانيا. الباسك ده ما بين شمال اسبانيا وجنوب ومن ناحيه فرنسا. فهنا الالمان لقوا ان هو ما بين كاليه ونورماندي او ما بين كاليه والباسك، فالالمان من هنا اقتنعوا تماما ان الانزال هيكون في كاليه مش في نورماندي نهائيا. جربوا في احدى المرات قابلوا عميل ضابط، الالمان بعتوا له الفلوس، هو بياخد $1,000. الضابط اللي من الجستابو قال له عايز الايصالات بتاعه التحويلات اللي انت بعتها لبقيه الشبكه بتاعتك. حاول ان هو يخلق قصه، الضابط راح قبض عليه. في نفس الوقت بقى كانت العميله تريشر جابوا الكلب بتاعها وطلعوه من المطار، وان في ضابط المفروض اللي كانت وعداه ان الكلب هيجي دي كانت ضابطه الحاله بتاعتها، فالمفروض في احد الضباط في المطارات هياخد الكلب ده ويسلمه لضابطه الحاله بتاعه تريشر. الكلب خارج من المطار، الكلب شاف عضمايه، شاف حته لحمه، جري عليها، عربيه راحت خبطته. تريشر قابلت ضابطه الحاله، فضابطه الحاله بتقول لها ان الكلب مات. تريشر اتجننت، قالت لهم بصوا انا جات لي عباره عن شفرات جديده، وانا هروح ابلغ الالمان بكل حاجه، هبلغ الالمان بكل حاجه ايا كانت، واللي يحصل يحصل. طبعا كان عندنا هنا مصيبتين، ان جربه اتاخد على مقر الجستابو وبيتم تحقيقات معاه قويه جدا، وفي نفس الوقت تريشر هربت وظبطت الحاله ما لحقتش تحصلها، وابتدى العملاء بتوع المخابرات البريطانيه يدوروا عليها. جربو ابتدى ان هو يخلق قصص وينسج عمليات وهميه ويقول كلام ويقول كلام، وهو كان بارع في كده، ولكن الجستابو هم كانوا شاكين فيه ولكن سابوه، ولكن حاطينه تحت العين. عملاء البريطانيين لقوا تريشر في احدى البارات قاعده حزينه على الكلب بتاعها وعماله بتسكر، وراحوا واخدينها كده على الهادي قالوا لها تعالي، وقعدوا يوروا لها شويه كلاب تانية ويعرضوا عليها شويه كلاب تانية ان هي تكون بدل الكلب اللي ميت، وقالوا لها بقى قولي لنا على الشفرة الجديدة اللي الألمان قالوا لك عليها. بعد ما قالت لهم قالوا لها بصي الأفضل إن أنت بس إيه تتقاعدي معانا شوية وترتاحي شوية لأن أعصابك هادية. أما جربوا كان الحلفاء المخابرات البريطانية عارفة باللي حصل، وكان هنا لازم يتم دعم جربوا ويرجعوا ثقة الألمان تاني. إزاي؟ جات المخابرات البريطانية وقالت لجربوا قول لهم إن الإنزال هيتم في نورماندي. إيه؟ آه قول لهم ان الانزال هيتم في نورماندي، مالكش ده، حاضر. طول ما انت عميل في المخابرات في ناس بتفكر لك، في قرارات بتفكرها، ولكن في حاجات ما ينفعش انك انت تفكر فيها، منظورك ضيق جدا ليها. المهم بلغ الالمان الانزال هيكون في نورماندي. في نفس الوقت بقى كان في العمود الخامس في العمليه بتاعه الحارس الخاص، وهو كان ضابط بولندي كان اسمه الحركي بروتس، ولكن اسمه الحقيقي روماني تشانسكي. ده كان مع الألمان ولكنه عميل مزدوج، قدر ان هو يوهم الألمان بحاجة ويفهمهم حاجة، قال لهم ان كل الشكوك والاتجاهات هتبقى عملية الخداع ليكو ان الانزال هيتم في نورماندي، ولكن الانزال مش هيتم في نورماندي، الانزال هيتم في كاليه. فمن هنا عرفوا ان جربو ما بيكذبش، هو فعلا جايب المعلومة ان هي في نورماندي ولكنها عملية خداع. ومن هنا فعلا كل الألمان يقتنعوا تماما ان الانزال هيتم في كاليه، وفعلا الألمان حشدوا كل قواتهم في كاليه. ولكن مش هننسى في شهر يونيو لما كان عندنا بقى حصل عملية الانزال، في نفس الوقت كان هتلر
موجود في احدى منتجعات في جبال الألب، وكان معاه المساعد بتاعه وزوجته، وكانوا قاعدين هم فاكرين ان هم هينتصروا على الحلفاء وان الانزال فعلا هيتم في كاليه، ولكن القادة الألمان اكتشفوا ان الانزال حصل في نورماندي. ما كانوش عارفين يوصلوا المعلومة لهتلر ازاي، فما وصلولوش المعلومة غير متأخر على اخر الشهر من يونيو، واصبح في يوليو، لانهم كانوا خايفين ان هتلر يعدمهم. وطبعا بالرغم من ان كانت القوات الألمانية ما كانتش قوية، ولا عتادها كان قوي، ولا كانت كتيرة زي الحشود الكبيرة اللي من الحلفاء، الا انها فضلت تقاوم لمدة شهر. ولكن حصل انه طبعا الحلفاء اكتسحوا، وكانت المواجهة عندنا على ضواحي باريس ما بين الألمان وما بين الحلفاء. في نفس الوقت انتهزت روسيا وابتدت انها تدخل، وابتدى من هنا الروس والحلفاء يكبسوا على الألمان، الى ان سقطت ألمانيا على يد الروس والحلفاء. من الطرائف ان زوجة جاربه عارفة ان جاربه جوزها جاسوس، بتقول له انا عايز ازور امي. تزوري امك ايه؟ هتروحي اسبانيا ازاي في شبه الجزيرة الايبيرية والحرب؟ لا، ما ينفعش انك انت تسافري، لا انا عايزة، ولو انت ما ودتنيش انا هروح للالمان واقول لهم. فطبعا جربوا قال الكلام دوت للانجليز، فالانجليز قالوا له بص، تقول لها ان انا تقاعدت من الجاسوس. لا، قال لهم لا لا لا، دي مراتي وانا عارفها، دي قرشانة وذكية جدا هتفهم الموضوع. اضطروا الانجليز ان هم يعملوا له مكياج ان هو متعذب، وربطوه وغموا عينيه، وراحوا مقبضين على مراته وقالوا لها بالحرف الواحد جوزك اهو بسببك حصل له واحد واثنين وثلاثة، تروحي البيت وما نسمعش عنك اي حاجة ولانك انت عايزة تسافري. المهم بعد الحرب العالمية الثانية جربه ومراته كانت انجلترا كافئتهم وخلته يشتغل في شركة بترول في فنزويلا، وبعد كده عمل فندق صغير هناك في فنزويلا، ومات في سنة 1988 على ما اعتقد. وبرونكس اللي هي الفيرا الارستقراط عملت محل ازياء شهير جدا، وتريشر اشتغلت موظفة مع احدى كبار الشركات في امريكا، واما بوف فالحق الى المخابرات الامريكية، وكان نواة بداية المخابرات الامريكية. اما بروتس اللي هو الضابط البولندي فعمل شركة طباعة كبيرة. دي عملية من أشهر عمليات التجسس في التاريخ كلها، وهي عملية الحارس الخاص أو الحارس الشخصي اللي قدرت فعلا المخابرات البريطانية تضلل وتخدع فيها الألمان. أتمنى أن القصة الواقعية دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا على مشاهدتكم للفيديو، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.